الاستوديو كما هو معتاد كل مرة بنطل على حضراتكم من استوديوهات قناة المحور، إنما من حدث ثقافي مهم جدا وتاني أكبر معرض في العالم، وهو معرض القاهرة الدولي للكتاب. معرض مميز، دورة 55 مميزة جدا، وإقبال كبير من الناس زي ما انتم شايفين، يمكن إقبال من الشباب ومن الأطفال، فئات كتير مختلفة من الناس النهاردة مشاركة في معرض الكتاب وحريصة على الزيارة. يمكن في أول 3 أيام بس عدد الزوار تخطى 1 مليون زائر، وده رقم قياسي ما حصلش حتى في دورة العام الماضي. نسخة معرض القاهرة الدولي للكتاب 55 النرويج هي ضيف شرف فيها، وطبعا بتيجي في ظروف خليني أقول صعبة، لأنه الأوضاع الاقتصادية الكل عنده عليها، الكل ملاحظها والكل حاسس بيها والكل لمسها، بالإضافة لأنه أصلا إحنا في السنوات القليلة الماضية بيحصل ارتفاعات مستمرة ومتواصلة في أسعار الكتب وفي أسعار الورق وفي تكلفة الطباعة والنشر بشكل عام. كل دي عوامل بتأثر على إقبال الناس وبتأثر على سوق ومستقبل صناعة الكتب بشكل عام. لكن اللي أنا حريصة جدا أن أنا أقوله، أن إحنا بغض النظر عن كل الظروف دي، بغض النظر عن كل التحديات دي اللي إحنا بدأت معانا من أول فيروس كورونا، تواصلت في الحرب الروسية الأوكرانية، وحتى الآن صناعات كتير لم تتعافى من الأضرار اللي لحقت بيها وفي مقدمتها صناعة النشر، بالرغم من كل الظروف دي، بالرغم من كل العوامل دي، بالرغم من كل التحديات دي، معرض الكتاب هو حالة لازم نفضل نحتفي بيها. معرض الكتاب هو موسم القراءة. لو انت متعود تشتري 5 كتب كل سنة في موسم في معرض الكتاب، اشتري 3. لو انت متعود انك انت تنزل بقائمة مشتريات او تنزل بمجموعة من الكتب انت عامل حسابك ومخطط ان انت تشتريها، يا سيدي اعمل القائمة دي اصغر شوية او اقل شوية. لو معكش ميزانية كبيرة، تعالى سور الأزبكية، تعالى الجزء المخفض وهوريه لكم، في أسعار بتبدأ من 1 جنيه و2 جنيه و5 جنيه و20 جنيه في الجزء المخفض ده، أو الجزء اللي أسعاره عليها تخفيضات. لو معكش خالص الميزانية دي، تعالى تفسح، تعالى شوف الكتب، تعالى اتفرج على الأجنحة، تعالى شوف الفعاليات الثقافية المختلفة، في جناح كامل للأطفال، في فعاليات وفي أنشطة وفي حاجات كتير جدا ممكن تعملوها كأسرة. أي النهاردة أب وأم يجيبوا ولادهم يقدروا يجوا هنا النهاردة يتفسحوا في معرض الكتاب. الحالة اللي أنا بتكلم عنها هي حالة معرض الكتاب اللي لازم نفضل محتفين بيها، حالة القراءة والشغف بالقراءة والشغف بالمعرفة، وإنه نفضل عندنا رغبة في إنه نعرف إيه اللي بيحصل، هو ده المهم إن إحنا نحافظ عليه بغض النظر عن الأوضاع الاقتصادية، بغض النظر عن ارتفاع أسعار الكتب اللي حاصل في العالم كله نتيجة لعوامل كتيرة هنناقشها وهنتكلم فيها. باختصار معرض الكتاب هو حالة مميزة جدا، هنشوف تفاصيلها النهاردة في برنامج الخلاصة، وهوريكم أجنحة كتير مختلفة، وهوريكم لو النهاردة لسه موجودين في البيت لسه ما زرتوش المعرض لحد النهاردة، هو متواصل لحد يوم 6 فبراير بالمناسبة، وفي أكتر من 70 دولة بتنشر وأكتر من 1200 دار نشر وعارض. لو لسه ما نزلتوش هوريكم تيجوا ازاي معرض الكتاب، تشتروا ايه من معرض الكتاب، تتجولوا ازاي في الأجنحة المختلفة، وايه المميز اللي هتلاقوه في دورة المعرض هذا العام.